الأصحاح الثامن والعشرون. ولما نجونا عرفنا أن الجزيرة تدعى مالطا، وأظهر لنا أهلها البرابرة عطفا نادرا، فرحبوا بنا وأوقدوا نارا لأن الطقس كان ممطرا وباردا. وبينما بولس يجمع حزمة من الحطب ويرميها في النار، خرجت بدافع الحرارة حية وتعلقت بيده. فلما رأى الأهالي الحية عالقة بيد بولس، قال بعضهم لبعض: لا بد أن يكون هذا الرجل مجرما، لأن العدل لا يتركه يعيش ولو نجا من البحر. ولكن بولس نفض الحية في النار من غير أن يمسه أذى، وكانوا ينتظرون أن ينتفخ أو يقع ميتا في الحال. فلما انتظروا طويلا ورأوا أنه ما أصيب بضرر، تغير رأيهم فيه وقالوا: هذا إله. وكان بالقرب من ذلك المكان مزرعة لبوبليوس حاكم الجزيرة، فأكرمنا ورحب بنا مدة 3 أيام. وكان والد بوبليوس طريح الفراش بالحمى والإسهال، فدخل بولس إلى غرفته وصلى ووضع يديه عليه فشفاه. فلما حدث هذا جاء إليه سائر المرضى في الجزيرة فشفاهم، فأكرمونا كل الإكرام وزودونا عند رحيلنا بما نحتاج إليه. وبعد 3 أشهر ركبنا سفينة من الإسكندرية عليها رسم الإلهين التوأمين، وكانت تقضي فصل الشتاء في الجزيرة. فنزلنا إلى مدينة سيراكوسا وأقمنا فيها 3 أيام، ثم سرنا منها بمحاذاة الشاطئ إلى مدينة ريغيون. فهبت علينا في اليوم الثاني ريح جنوبية، ووصلنا في اليوم الثالث إلى مدينة بوتيولي، حيث وجدنا بعض الإخوة، فطلبوا إلينا أن نقيم عندهم 7 أيام. وهكذا وصلنا إلى روما، وسمع الإخوة في روما بوصولنا، فخرجوا للقائنا إلى ساحة مدينة أبيوس والحوانيت 3. فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع. ولما دخلنا روما أذنت السلطات لبولس أن يسكن وحده مع الجندي الذي يحرسه. وبعد 3 أيام دعا بولس وجهاء اليهود إليه، فلما اجتمعوا قال لهم: أيها الإخوة، أنا ما أسأت بشيء إلى شعبنا وتقاليد آبائنا، مع ذلك اعتقلني اليهود في أورشليم وسلموني إلى أيدي الرومانيين، فنظروا في قضيتي وأرادوا إخلاء سبيلي، لأن لا جرم علي أستوجب به الموت، ولكن اليهود عارضوا، فاضطررت أن أرفع دعواي إلى القيصر، لا لأني أريد أن أتهم شعبي بشيء، لذلك طلبت أن أراكم وأكلمكم، فأنا أحمل هذا القيد من أجل رجاء إسرائيل. فقالوا له: ما تلقينا كتابا في شأنك من اليهودية، ولا جاءنا أحد من الإخوة هناك فأخبرنا شيئا عنك أو تكلم عليك بسوء. ولكننا نود أن نسمع منك رأيك، لأننا نعرف أن الناس في كل مكان تستنكر هذا المذهب. فتواعدوا على يوم جاءوا فيه إلى منزل بولس وهم أكثر عددا، فأخذ بولس يحدثهم من الصباح إلى المساء شاهدا لملكوت الله، محاولا أن يقنعهم برسالة يسوع استنادا إلى شريعة موسى وكتب الأنبياء. فاقتنع بعضهم بكلامه وأنكر البعض الآخر. وقبل أن ينصرفوا من عنده وهم غير متفقين، قال لهم بولس هذه الكلمة: صدق الروح القدس في قوله لآبائكم بلسان النبي إشعيا: اذهب إلى هذا الشعب وقل له: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا تبصرون، تحجر قلب هذا الشعب، فسدوا آذانهم وأغمضوا عيونهم لئلا يسمعوا بآذانهم ويبصروا بعيونهم ويفهموا بقلوبهم ويتوبوا فأشفيهم. ثم قال لهم: فليكن معلوما عندكم أن الله أرسل خلاصه هذا إلى غير اليهود من الشعوب، وهم سيستمعون إليه. فلما قال هذا الكلام
خرج اليهود من عنده وهم في جدال عنيف. وأقام بولس سنتين كاملتين في المنزل الذي استأجره، يرحب بكل من كان يزوره، فيبشر بملكوت الله، معلنا بكل جرأة وحرية تعليمه في الرب يسوع المسيح.